بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي ومتتبعات قناة صوت المظلوم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي خلاني نخرج نهضر. هو واحد الهاتف جاني من على برا خارج أرض الوطن عند واحد المتتبعة ديالي اللي تار انتباهي أن الناس ولاو كيخافوا، قال كيجيو للمغرب، هادشي خطير اللي ولينا كنسمعوه، يعني باش تجي لبلادك وليتي كتخاف، هو السبب اللي خلاني نخرج ندير هاد الفيديو. يعني كيسمعوا هاد الجرائم، كيسمعوا هادشي اللي ولا كيوقع، والانسان ما كياخذش حقه، والانسان بزاف د الحوايج يعني لا يعقل. ولكن باش تعيط لي واحد الاخت وتقول لي هاد الهضره وتقول لكم مابقيناش نتيقوا نجيو للمغرب، راه خيبه المعاوده، راه خيبه المعاوده، وما نتمناش يعني هاد الهضره تعاود، ما بغيتش هاد الهضره تعاود تولي تكرر مره ثانيه، ولا شي انسان يبغي يجي لبلادو ويخاف، لان حنا في ارض الوطن ديالنا، ارض الامان، ماشي هاد نخلعوا الناس ولا يتخلعوا الناس ولا لا 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 لا. كنتمنى تكون يا الاخت غلطه في هضرتك، راه كيف الا جيتي كتجي لبلادك معززه مكرمه. وما نساوش بان الاقتصاد ديال المغرب كيتعاون حتى بكم، الجاليه المغربيه اللي كتدخل من على برا وكتمول وكتحضر الحركه، ها الوطيلات، ها التجاره، ها هذه، ها هذه. الله يرضي عليك اختي، ما يخلعوكش وما يعمروكش راسك بالهضره الخاويه، ها جريمه وقعت هنا، ها هذا ما خداش حقه، ها هذا فعل ولا يضربوا في المؤسسات. لا لا، غادي نرجعوا للملف ديال الكولونيل المغدور، نردي العطور، غادي نرجعو مع الاخ دادي نكملو، لان كل مره انا كندير شويه ديال لقطات. الله يرضي عليكم، سمعوا هاد الكماله، ماشي الكماله، راه باقي الملف مفتوح، باقي التحقيق مفتوح، باقي بزاف د الحوايج. يلا على بركه الله نبداو وميم طون نشرحو. كوريل نور الدين العطور الله يرحمه، كما قلت لكم قبل ايام ان هذا الاسبوع غادي يكون يعني واحد لازفولتا، لازفولتا قلنا ديك المره بالعربي شنو هي، هي نقطه تحول في هذا الملف. وقضيه الكوريير بطبيعه الحال في هذا اخذ والعطاء، وما عرفتش على كل حال. وي انا بالنسبه لي غتكون واحد نقطه تحول في القضاء ديالنا في المغرب، مواجهه مثل هذه القضايا، هذه القضايا اللي كتكون يعني الناس كيشوفوا شي حوايج ماشي هما هذوك، هادشي اللي كيوصلني عند الناس. انا شخصيا عندي راي في الموضوع، ولكن هذا ماشي وقته. نقفوا هنا عند هذه النقطه، هذه نقفوا على عند هذه النقطه. هذه الهضره اللي قالت لي الاخت في التليفون هي اللي قال دابا شرحها الاخ دادي. يعني الناس ولات كتخاف تجي لبلادها بالعربيه الفصحى، الناس ولات كتخاف تجي، هادشي حنا ما بغيناش يكون. نكملوا مع الاخ دادي. ماشي وقته، فكما كتشوفوا اخواني اخواتي من خلال العنوان، قلنا بان التسجيلات خطيره وخطيره جدا، لان فضلي اطلعت عليها. التسجيلات الخطيره في قضيه الكولونيل من المجهول، يعني الاتهامات ضد المجهول الى المعلوم. اعتقد بان ما تقدمت به اليوم العائله ديال المرحوم بكل من الاخت ابتسام والعم ديالها السي رشيد العطور والاستاذه المحاميه زينب الخيار وكذلك الفاعل الحقوقي والجمعوي السي عبد الصمد، التسجيلات اللي تقدموا اليوم للقضاء القاضي التحقيق، اعتقد بانها ستكون سلاح واليات جديده في يد القاضي لمواجهه الجنات. اقول الجنات يعني بالجمع صح التعبير ياك صحيح صحيح بالعربيه. لماذا؟ اكيد بان على كل حال من الجانب القانوني كل الناس المهتمين في هذا المجال يعرفوا بان التسجيلات هما للاستئناس، ولكن كتكون يعني اليات اللي يمكن توفر للقاضي او قاضي التحقيق مجهود كبير في البحث ديالو في هذه القضيه. لان امامه يعني تسجيلات اللي تم التفريغ ديالها عبر مفوض قضائي، وكاينه مسموعه وكاينه مكتوبه،
أنني اطلع عليها ومن خلالها شفت منها أو قريت منها جزء بسيط بسيط جدا، ولكن هذاك الجزء البسيط يكفي لهذه القضية لحل هذا اللغز العالق اللي كينتظروه المغاربة بالداخل وبالخارج. حتى لا يفهم كلامي، يعني كل واحد كيفهم ممكن ما بغى، أن البارح تكلمنا يعني وجهنا عدة أسئلة للسيد القاضي. أكيد بأننا في خندق واحد مع السيد القاضي ومع كل الجهات المهتمة بهذا الملف، لأن هذا الملف في نظري أنا من الزاوية اللي شفته ما فيش غير جريمة قتل، ما فيه خروقات عدة، وغادي يجي نهار اللي غادي نرجع لهذا الشيء بالتفاصيل، غادي نرجع له بالتفاصيل. فخليونا في اليوم أشنو وقع اليوم. اليوم قلنا بأن التسجيلات اللي قلنا غادي تحطوا اللي هما يعني كيأكدوا بكل جلاء يعني الجهات المشاركة أو المتسترة أو لي بواط نوار كما غادي نقولوا من خلال التسجيلات اللي تحطوا اليوم إلى قضية التحقيق، واللي بطبيعة الحال أنا متأكد بأن غيساعدوا بزاف في حل ربما أكيد غيساعدوا الأمور اللي باقي ما وصلوش ليها ولا باقي ما تأكدتش. تسجيلات فيها حوايج صراحة اعترافات يعني بالصوت والصورة، وما يمكنش نهائيا أننا نقولوا شي حاجة أخرى من غير هذا الشيء. أنا شفت منها البارح واحد المقطع، ما غاديش نقرأ كل شيء وما غاديش نقول كل شيء، ولكن غادي نحاول نختصره بطريقتي أنا ونقوله بطريقتي. لكن هو كاين بزاف ديال التسجيلات، ملي كنقولوا بزاف ديال السوايع ديال التسجيلات كنتكلموا على 8 حتى 10 السوايع ديال الهضره. دابا شوف انا كندوز معكم غير ساعه هنا ولا نص ساعه كتجيكم طويله، تخيلوا نتوما الا غادي تسمعوا ال 10 ديال السوايع كلها في هذا الموضوع من الناس اللي هما مطلعين. وهنا غادي نقولوها لان ماشي غادي نبداو نحوموا، كاين بزاف ديال التسجيلات لاشخاص معنيين، ناس اللي عارفين شنو وقع في ديك الليله ديال 17 مارس 2018، ونقولوا بعد منتصف الليل اللي ولا 18 او الاحد 18 مارس 2018، حيثيات وجزئيات يعني كتوضح شكون الفاعل وشكون الفاعلين الجمع، شكون الفاعلين او شكون هما المجرمين ومرتكبين هذه الجريمه في حق واحد من الاطور الوطنيه ديالنا، واحد من الموظفين الامنيين ديالنا اللي عندنا في المغرب واللي قدموا خدمات البلاد. وما نساوش الخوت بان كنتكلموا على مواطن مغربي وفي نفس الوقت كنتكلموا على واحد رجل امن اللي قدم البلاد خدمات جليله. هذا هو المشكل. المسار ديالو ديال 28 سنه لا اعتقد بان يستحق منا اننا ندورو ظهرنا وننساوه ونخليو بنته وعائلته يواجهوا المسار ديالهم. اكيد غنديروا يدنا في يديهم، يواجهوا المسار ديالهم او يواجهوا المجهول او المجهولين. اعتقد بان الامر كيعنينا جميع لعده اسباب. السبب الاول كنتكلموا على حق المواطن والمواطنين كاملين في الداخل وفي الخارج، كحقوقيين كاعلاميين كمواطنين عاديين بكل شرائح ديال المجتمع ديالنا، كيعنينا كذلك بشكل كبير لانه يمثل يعني احد الرمز من الرموز ديال المؤسسات ديالنا، وهي المؤسسه الامنيه اللي كنفتخروا بالمجهودات اللي كتبذل في هذا الباب، والدور كذلك اللي كيقوموا به هاد الامنيين. كنعرفوا العمل ديالهم بان صعيب، كنعرفوا عدد السوايع اللي كيخدموا، كنعرفوا زعما عندهم بزاف ديال الصعوبات. فلكم ان تتصوروا سي نور الدين العطور على غرار باقي زملائه في العمل سواء المتقاعدين واللي باقيين في الخدمه، والمجهودات اللي كيبذلوا في العمل ديالهم، المسؤوليه اللي كيتحملوها، لان كل شيء كيحسب له البوليسي راه غادي للخدمه وناشط وما عنده حتى شي ضغط وما عنده حتى شي حاجه اخرى، راه الا ارتكب خطا قد هكذا راكم عارفين. فبالتالي يمكن لنا كلنا نتصوروا 28 سنه ديال الخدمه شنو يكون هذا السيد شاف فيها واشنو يكون قدم فيها للبلاد، ومن بعد يوقع ما وقع ونديروا صنا بحال اللي ما فهمناش.
الناس اللي كيطبلوا او اللي كيحاولوا يغطيوا هذه المساله سولتوني بزاف في التعليقات في الرسائل القصيره على رايي زعما الشخصي كمواطن مغربي، وكل واحد عنده راي في الموضوع، ما كنظنش غادي نختلفوا بهذه المساله. يعني الناس اللي كيحاولوا باش يخبيوا او باش يفشلوا، لان كاين واحد الخطه خبيثه كاين بزاف الناس اللي ما عارفينش بها. انا كنشوف واحد الزاويه وغنتقاسمها معكم. شفنا قبل ايام تكلمنا عليك المساله ديال الكاميرات، ما الكاميرات، الطريق ما الطريق، اللي بغاوني باش نقول لهم فين تشاف المرحوم، يعني هو ميت فينا بلاصه كانت ديك السياره. انا ما قلتهاش وما غاديش نقولها، حتى واذا قالها شي حد اخر يدبر راسه. واش تما نيت بصح ماشي تما، ما نعرف، انا عارف البلاصه عن طريق الناس اللي هما شهود، والقاضي كذلك عارف البلاصه باش ما نغلطوش، ما نخليه يبقى يشك يقول واش هي هذيك ولا ماشي هي. مساله ثانيه اللي لاحظتوا هاد اليومين هو بعض الابواق اللي خارجين كيشكوا كيقولوا بان هذه المساله غتمشي للحفظ وكذا وكذا. سبق لي قلت لكم بان ملي ما نفهموش شي حاجه على هادي غنوقفوا. هذوك هذاك المهرج الميريكان اللي كتقول القضيه غتمشي للحفظ، شكون انت؟ فين ما كان شي جريمه، فين ما كان شي مجرم دار لي يد معاه وكتجي باش تدرق ولا تغطي ولا تضلل، يعني داك الشيء عقنا بيك، عقنا بالخدمه ديالك شنو هي، عقنا بالتحركات ديالك، مجرد درابقي مهرج بالنسبه ليا انا وحتى الناس. كلشي عاق بيك، كلشي فاق بيك، كلشي عاق بيك. وبالنسبه للاخت راضيه ستيل، انت غير بوق ديال تحفه، راك الخبر راه في راسك، ما كتهمناش الهضره ديالك ولا الشرح ديالك، ما كتهمناش. وتحيه للناس الاحرار اللي باغين الحق ديال اي مظلوم، اللي باغين الحق ديال اي واحد مسكين مشى بين الرجلين. تحيه كبيره لخوتنا اللي عندهم حرقه وعندهم نفس وكي ساندوا الانسان المظلوم، تحيه كبيره ليكم. والباق ما تيهموناش ولا ينتمي ولانا منهم، داك ديال المهرج الميريكان داك الدرابقي، ولا هادي دابا اللي تابعه جلالة بن نافخ، مره تخرجي هكا، مره تدخلي علينا هكا، مره تجي معنا، مره تبقاي تشرحي لنا المواعيد، سيري شرحيهم من راسك، ما كتهميناش اصلا. كملوا. سبق لي قلت لكم بان ملي ما نفهموش شي حاجه نصرفوها فلوس، وغادي نفهموها اكيد نصرفوها، نخلصوا شي جهه او دفعهم شي جهه. وعلاش كيديروا هذا الشيء؟ كيديروا هذا الشيء لان واحد الخطه كونتر خطه. وانا غادي نعاود نوجه النداء ديالي مره اخرى لكل المغاربه الاحرار اكيد في المغرب، خصوصا بقرية ولاد موسى سلا الرباط النواحي اللي شافوا المرحوم في هذاك النهار ديال السبت او في ديك الليله ديال السبت الحد، ان يمشيو عند قاضي التحقيق ويقولوا شنو شافوا. مشاو بزاف الحمد لله اللي تحقوا، وانا ما نبغيش نحرمكم من هذا الاجر وتبقى عندكم هذا التقليد، تكونوا عارفين شي معلومه ومخبينا، انا ما بغينا حتى شي واحد يتظلم. وقفوا هنا، ما يتظلمش المرحوم. هذه هي نصيحة لأي واحد شاف شي حاجة، أي واحد سمع شي حاجة، أي واحد حضر لشي حاجة، الله يرضي عليكم، اديو الشهادة ديالكم، يعني راه عندكم غير الأجر، وما تخافوش، لأن بعض المرات راه ما كتحطش الأسماء ديال الشهود، كيكون غير المحكمة والأمن اللي عارفينها، وبعض المرات حتى كاع غير المحكمه اللي كتكون عارفه، لان كيكون انسان في خطر ولا انسان مهدد ولا انسان خايف ما كيحطوش الاسماء ديالهم. سيروا الله يرضي عليكم، اديو الشهاده، راكم كتعاونوا باش داك الانسان ياخذ حقه، باش داك المظلوم يتنصر على الظلماء اللي ظلموه. الله يرضي عليكم، الشهاده راه شهاده الله، ما غتكذبوش، ما غتزيدوا، ما غتنقصوا. اللي حضر ولا اللي سمع ولا اللي كان ولا اللي شاف، الله يرضي عليكم، الشهاده ديالكم غتفيد الملف، الله يرضي عليكم غتفيد الملف. وتنشكر اي واحد مشى مسبقا ادى الشهاده ديالو، تحيه كبيره ليه. وما تخافوش، ما يخلعوكمش هاد الناس،
نكملوا. ما كاينش واحد يتظلم، ما يتظلمش المرحوم وما يمشيش حقه هباء منثورا. هادشي اللي بغينا، ما يضيعش حقه بناتو خصوصا ابتسام ومريم، والحق ديال خوتو على راسهم رشيد العطور والاخوات ديالو والوالده ديالو الله يشافيها، وكل من يحب المرحوم سواء من يعرفه قيد حياته او من المغاربه اللي تعاطفوا معاه. المرحوم كل شيء كان تيبغيه، الله يرحمه الله يغرس عظامه في الجنه والله يشهر حقه، واللي دار له هذا الشيء واللي دفنوا ولا اللي وصلوا للقبر الله يفضحوا، الله يفضحوا اليوم قبل غدا الله يفضحوا. هما المرحوم كل شيء كيعاود عليه غير الخير، كل شيء كيتشكر به، كل شيء كيمدحوه، كل شيء ما قالوش حتى واحد ما قال شي كلمه العيب عليه. شنقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله، وين تروح يا قاتل الروح، لان الروح عزيزه عند الله. نكملوا مع الاخ دادي، تحيه كبيره للاخ دادي سي عبد الكريم. كان واحد من الاسره ديالهم، هذا شيء رائع جدا. فهنا رسالتي موجهه للناس المواطنين المغاربه خصوصا في المحيط ديال المرحوم اللي عندهم شي معلومه ويخفيوها يعني كشهادة وما مشاوش يقدموها يعني او يعني صرحوا بداكشي اللي شافوا، خا يكونوا شافوا غير في القهوه او شافوا دخل دارو وخرج او شافوا في شي مكان وقت مع شي حد، ان يقولوا القاضي داكشي اللي شافوا باش نساعدوا جميع. لان صحيح ان القاضي عنده ملف ثقيل فيه بزاف ديال الحوايج ومن طبيعه الحال ملف ما ساهلش، قضيه ما ساهلاش. كان مجتمعنا واعي والمواطنين ديالنا واعيين وحاسين بالمسؤوليه وكل واحد منا يؤدي الدور ديالو او يحاول على الاقل يحاول حتى الى ما اداش يحاول انه يؤدي على احسن ما يرام، فاعتقد باننا غادي ننجحوا كذلك او نتعاونوا او نساهموا كمواطنين ديال هذه البلاد مع قاضي التحقيق ومع السلطات اللي كتبحث في الملف ديال المرحوم. قدموا الشهاده ديالنا، لا هذيك الهضره ديال الناس اللي كيحاولوا يقولوا لكم راه الملف غيتحفظ باش ما تمشيوش تشهدوا. كتحلموا صافي، الله يسمعك بحال اللي كتعكزوا كتحلموا صافي، راه سمعنا راه غادي يحفظوه ما يحفظوه. شوفوا باش ناكد لكم انا ما عنديش معلومه، لان اللي كيتكلم بحال هذه اللغه هذه انا بالنسبه لي خصو يتعاقب بعدا قانونيا، لان من اين الخوا عندها هذه؟ عقلوش المقلشين كتجندوا الناس باش يقولوا عاوتاني هما نفس الملف ديال الكولونيل، الملف ديال المرحومه حتى هو غادي صافي غادي يتجمع، انتم اللي غتجمعوا ان شاء الله. نفس الشيء الكولونيل، ما كاين لا تحفظ ولا تحفيظ ولا تخلي الحفظ ولا ولا، نعلط الله يوعي عليكم يا ديك المهرج يا الكذاب اللي كتحلف بالله كل شيء عاقبك، كل شيء عاقبك، كل شيء الله يستر. كاين اللي كيدعي فيك، كاين اللي كيبزق عليك، حسبي الله ونعم الوكيل منك. على انك تقول بان الملف غيتحفظ، يعني انت سبقتي قبل لا تحق دقيقه نزيد نبرد غدا يدي فيك، انت تاليتك الله يستر عم الله كي غادي تكون هذاك المهرج البهلاوان الدرابكي، عم الله تاليتك كي غيتلي بك الله، انا ناري ويلك مع الله، لان مصائبك كثيره. كشي ديالك خنزك عطي الريحه فات. زيد كملوا. سبقتي السلطات القضائيه في اصدار الاحكام، الاحكام اللي كتصدر في المملكه المغربيه يعني كتصدر باسم جلاله الملك، الله يطول لي العمر الله يحفظه لينا، باسم جلاله الملك. فبالتالي الاحكام اللي كتصدر باسم جلاله الملك ما يمكنلهاش تكون خزعبلات او خرافات او يجي شي حد يفتي فيها حق حتى قبل الصدور ديالها، نتسناو بعدا يصدر، لان من حقنا ننتقدوا، من حقنا نبان شي حاجه ماشي هي هذيك، ولكن الحكم مازال ما صدرش. ف يعني من سبق لاواني ان شي حد يبدا يغلط وينشر معلومات اللي هي خاطئه. هادي نوقفوا عليها، هادي اللي دار السرباي وقيلوش وداك صاحبه محافظ، هادي اللي داروا في الملف ديالي انا، عطاو احكام مسبقه اللي دابا كيكذبوا وانا حنا خديناهم صوت والصوره. دابا هو المصيبه الكبيره اللي بنادم تيخرج عنده قناة كيخرج بدا يبلبل ويعطي احكام كيضرب في القضاء ويضرب في كل شيء، وفي الاخر يقول لك هو ما دارش هو ما قالش. كملوا مع السيد هادي باش الناس ما يمشيو زعما يشهدوا او يديو الشهاده ديالهم، كونوا متاكدين بان المغاربه اذكى واوعى من هاد الجهلاء ومن هاد الابواق الخبيثه تعداو الخبثه اللي
كيفاش واحد غادي غادي يبدا يدافع على الباطل. الواد ما كنتهم واحد وادي خدمتهم كيدافعوا غير على الباطل، كيشهدوا غير الزور، كيمشيو مع هاد الناس هادو، كيخليو هاد المساكن اللي مظلومين كيخليوهم. هادو هما هاد الناس، هادي خدمتهم، هادي خدمتهم. نكملوا، حنا ما كنتهم واحد، كنقولوا بان السيد على حسب المعطيات اللي كنطفرين عليها وعلى حسب الشهود وعلى حسب كل هاد المعطيات السيد راه مقتول. اذا قضية التحقيق والجهات المعنية كتبحث في الأمر، كيخصنا أننا ندير يد في يد كاملين أننا نعاونوا الجهات المعنية للوصول إلى الجنات، وباش يكونوا عبرة للآخرين أن بحال هاد الجرائم ما خصهاش يتكرر في بلادنا. أنا والله العظيم اليوم كنقرا رسائل اللي كتوصلني، نقدر نقول لكم البعض منها، شفت واحد الرسالة قبيلة ما عرفتش مازال لقاها أولا لا. سمعتوا؟ بلا غنوقفوا هاد الجرائم خصنا نديروا يد مع يد ونتعاونوا على هاد الناس اللي كيشهدوا الزور، على هاد الناس اللي ما باغينش الحق للمظلوم، على هاد الناس اللي كتنشر لنا الخزابع بيلات، اللي دايرين اليد مع بعضياتهم فيما كان شي مصيبه كتلقاوهم مجموعين فيها ضد الحق، ضد الحق، كيشهروا في الباطل وينصروا الباطل. نعلطوا الله وعليكم صبا صبا من عندي، وديو ما تعاودوا يا الربعة ديال المجرمين، انا نسميكم نتوما مجرمين اللي كتغطيو على الحق والحقيقة. تحية كبيرة لخوتي لخواتاتي المواطنين، اكيد حنا صوت الحق صوت المظلوم، اكيد غنبقاو في الملف ان شاء الله ديال المرحومة سعاد وميم طون ديال الكولونيل حتى يبان الحق ويظهر الحق وياخذوا المجرمين اطول عقوبه واقصى عقوبه. والله لا تزقناكم، عياو تضلوا، عياو تشبتوا لي بالخزيبع بيلات ديالكم، تشبتوا لي بدوك الباق دوك المهرجين دوك المسالين ولو. والله الا حتى يبان الحق، والله حتى ياخذ المظلوم حقه، والله حتى ربي ينصر المرحومه سعاد وياخذ لها الجزاء ديالها في الظالم. وين تروح يا قاتل الروح، وين تروح يا قاتل الروح، راه الروح عزيزة عند الله طال الزمن ولا قصر. الله ربي لازق لكم واحد واحد. تحية كبيرة للمتتبعين ديالي الغزلان، وكيف العادة لا قطعت عادة أم حاليكم، ملتقانا ملتقانا. كل مرة نقطو شوية لدوك الأعداء دوك المجرمين، كل مرة نقرصوهم ونخلعوهم، باش الخبر راه في راسكم. يلا باي باي.